دكتور فيصل حمد الرفاعي مدير الخدمات الطبية معهد اسمار السكري. أغلب أطفال السكر أغلبية العظمى هم النوع الأول اللي هو يعتمد على الإنسولين كطريقة علاجية. المشاكل اللي تصيبهم هي تنظيم معدل السكر والارتفاع. للأسف ما نحس في حجم المشكلة. أغلب العالم قاعد يرتفع في نسبة السكر. الكويت كانت رقم 3 في 2011 والنسبة كانت 21. إحنا اليوم رقم 6 لكن النسبة كم؟ 24. فهذا دليل على أن النسبة قاعد تزداد في كل مكان بالعالم. المشكلة بالسكر أن المضاعفات ملوتة مكلفة تكلفة كبيرة للدولة. ما يعني شبه مستحيل إذا إحنا نكمل في هالطريق راح يأتي يوم إحنا ما نقدر نعالج مرض السكر ملوتنا سواء من المرض نفسه أو من المضاعفات. فالفكرة هي التركيز على وقاية السكر. الوقاية من مرض السكر هو في تغيير نمط الحياة. عبد الله الكبير ومحمد الصغير. محمد هو اللي أصيب أول شيء في مرض السكر 4 سنوات وياه السكر على طول. راح يستقبل صار له 9 سنوات. عبد الله لا صار له تقريبا 2. إحنا فينا سكر يعني الوالدة فيها سكر الوالد فيهم سكر بس على كبر مو سكر فجائي نفس ما صار معه. تتفاجأ فيه إنه ما في البنكرياس وقف عنده. فهم فجأة قاعد يأخذون أنسولين ما قاعد يأخذون حبوب على كم سنة وبعدين عاد يأخذ يتحول إلى أوبر. لا هم سيد على طول أوبر. محمد كان تختخ شوية وفجأة بدأ بهزال هزال هزال ودنا المستشفى طلع عنده سكر ضارب فوق 500. فقال الدكتور لازم يفاشلون مع مستشفى السكر تعالجوا ولادكم. وهو مفروض إنه يكون ملتزم بالأكل بس مثل السن هذا السن الصغير صعب إنك يتحكم بأكله. عندي عبد الله الله يسلمه ملتزم بأكله لكن محمد عندي لا اللي ما يحب الأكل الطبيعي يحاول يعوضه بشيء ثاني اللي هي العصيرات والحلويات والكاكاويات. الدكتور لما تعطيه أوبر تعطيه على الوجبات اللي قاعد يأخذ. مثلا لما تعطيه مقاس على 90 كالوري أو 90 وحدة هو مثلا يروح يأكل على 120 على 150 زيادة يعني فيأخذ الكمية أكثر منه هو المقرر له فتلقى السكر يرتفع معه. يسوي تصحيح التصحيحان بعد أنسولين يعني هو يأخذ 3 جرعات 4 جرعات يأخذ باليوم. نقول الأطفال المصابين بالسكر التزموا بالأوبر عشان ما تطحون بغيبوبة والله يشفيكم عمي يا رب. يا بطل يا بطل برافو عليك لازم أشرب معك أو سوائل ما فيها سكر. أنا زهرة رحمة أخصائية مثقفة سكري أطفال. طبعا التعامل مع الأطفال مش سهل. أنا متخصصة بالأطفال لغاية كنا نقول 12 سنة هلأ كبرناهم شوي خليناهم تقريبا 16 إلى 18 سنة. كل عمر له تحدياته. هلأ الطفل أهله هن المسؤولين عنه مش هو مسؤول عن حاله. الأولاد بس يكبروا شوي على عمر 12 وفوق بنبدأ نخليهم هني يتحملوا مسؤولية نفسهم بمساعدة الكبار. بعد هيك بنبدأ نقلهم أنتوا هلأ كبرتوا لازم نعرف كيف نتعامل مع السكر ونشرح له كل شيء. ففي أساسيات لازم سواء الطفل نفسه أو الأهل حسب المرحلة العمرية لازم يتعلموها. الأشياء اللي لازم يتعلموها إنه شو هو السكر أي نوع في السكر هني معهم يفهموا أي نوع إنسولين لازم ياخدوه. الإبر ما توقف أهم شيء والتحكم نوعا ما بالأكل. إحنا ما بنحرم بس زي ما بنقول للعالم كله هلا انه لازم ناكل اكل صحي ونعمل رياضه برضه من هالعالم اولادنا المصابين بالسكر لازم ياكلوا اكل صحي ويعملوا رياضه.